إذن قضية اليوم هي تصريحات أحمد الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا مباشرة من المنامة أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي. أهلا بك معنا سيد أحمد ولد يحيى. إصلاح من الداخل، فصل السلطات، القضاء على الفساد، تطوير اللعبة، إعطاء صلاحيات للاتحادات الكروية وأهداف كبرى أخرى وعد بها أحمد لإصلاح المنظومة الكروية الأفريقية، من أين تبدأ رحلة أحمد في هذا المشوار الطويل؟ شكرا الرئيس أحمد انتخب منذ شهرين على رأس الاتحاد الإفريقي، هو المكتب التنفيذي الجديد، هو رئيس جديد شاب شيئا ما بمقارنة بالماضي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب ومجموعة من رجال الأكفاء اللي جاءوا للاتحاد الإفريقي من أجل الإصلاح، من أجل تطوير الكرة، من أجل أنها تصل للمكانة اللي وصلوا لها بعض الاتحادات القارية على المستوى العالمي. ولذا هذا يتطلب عمل، يتطلب معرفة، ويتطلب الكثير من الجدية، وهو ما يتسم به المكتب التنفيذي الذي أنا شخصيا عضو فيه، ويتسم به أخي وصديقي أحمد الذي يرأس هذا المكتب التنفيذي. إن شاء الله ستكون هنالك إصلاحات جديدة أعلن عنها رئيس الاتحاد الإفريقي اليوم، وخاصة تخص بالإدارة أيضا، بالإدارة وبتفعيل المكتب التنفيذي. نعم نعم، سأعود إلى هذه النقطة. على كل ذكرت أنها إدارة شابة، وحتى عيسى حياته عندما تسلم المنصب لم يكن شيخا كما هو الحال اليوم. أحمد وفي تصريح له اليوم قال: آسف أن أقول لكم، عندما كنت جزءا من اللجنة التنفيذية كاف لم يكن هناك فصل للسلطات، طبعا بين الهيئة القضائية والتنفيذية والكونغرس، والمطلوب الآن احترام استقلال كل هيئة بدل احتكار السلطة في اللجنة التنفيذية. لماذا لم نسمع هذه التصريحات والانتقادات عندما كان أحمد جزءا من الهيئة التنفيذية؟ الرئيس حياته لما أخذ الاتحاد الإفريقي سنة 1988، صحيح كان شاب كما تقولين، ولكن لم أقول أنه كان سيء في بداية مأمورياته. رئيس حياته قام بدور مهم للاتحاد الإفريقي ليصل المرحلة، لكن في النهاية كانت هنالك بعض المشاكل الكثيرة العائدة لعجز المكتب التنفيذي وأصحاب القرار في المكتب التنفيذي. أحمد كان صحيح عضو في المكتب التنفيذي، وبالمناسبة لو لم يكن عضو في المكتب التنفيذي لما كان قادر على الترشح في الاتحاد الإفريقي، لأنه كانت هنالك قوانين في الاتحاد الإفريقي ما زالت سارية وستتغير في القريب العاجل إن شاء الله. قوانين في الاتحاد الإفريقي تفرض أن يكون عضو في المكتب التنفيذي الوحيد المخول بترشح للاتحاد. نعم، لكن كيف ينوي فصل سلطات فصل سلطات اختلطت وتداخلت وتلاحمت لمدة 30 سنة؟ هل يمر ذلك بتضحيات من نوع ما؟ صحيح يمر ذلك بتضحيات وبقرارات جريئة ستتخذ بالمشاورة، مشاورة مع رؤساء الاتحادات الإفريقية، مشاورة مع الفاعلين الحقيقيين في الحقل الكروي الإفريقي، وهو ما بدأ بالفعل في إدارة جديدة ستتكون من، بغض النظر عن الرئيس ومكتب الرئيس، هنالك أمين عام وثلاث أمناء عامين كلهم مكلف بقطاعات خاصة كالمسابقات من جهة، والإدارة من جهة، والماركتينج والإعلام من جهة، هذا بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، وهي طريقة جديدة للتسيير. وكذا ستفتح الاتحاد الإفريقي لجميع الإفريقيين، كما قال الرئيس اليوم لن يبقى محبوس على جنسيتين أو ثلاثة على الأكثر. نعم، ابقى معنا سيد أحمد ولد يحيى، سنعود لك، ولكن بعد الاستماع لتصريح آخر لأحمد قال فيه إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، وأن مصير الكرة الإفريقية يعتمد على ما ستقوم به الاتحادات الوطنية والاتحاد القاري في الفترة المقبلة. سنعيش سويا أوقاتا تتطلب تضافر الجهود والعمل والأفكار والمشاريع والبرامج. أعلم أنني سأعتمد على كل فرد منكم، والقارة بأسرها تعتمد على ما ستقومون به.
بالنسبة لي الكاف هو أنتم، والقرارات الكبيرة لا تتخذ إلا عبر اتحاداتكم، والمشاريع لا تسير إلى الأمام إلا من خلالكم. وأعود إليك أحمد ولد يحيى. طبعا أحمد تكلم عن لجان تعنى بإصلاح الكاف من الداخل كل حسب اختصاصه. أنت انتخبت عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد، وكذلك عضوا من لجنة ثلاثية مكلفة بإجراء إصلاحات إدارية للاتحاد. ما هي الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الإداري، ومن أين يبدأ تحديدا؟ صحيح، تم تشكيل تلك اللجنة اليوم، وهي ستبدأ عملها في الأيام القادمة، والهدف منها هو كما قال رئيس الاتحاد اليوم هو إصلاح الاتحاد الإفريقي، معرفة المشاكل الحقيقية للاتحاد وماذا يجعل من اتحادنا يعاني من سوء التسيير ومن سوء التنظيم في المسابقات. لماذا بطولة أبطال الأندية في إفريقيا لا توازي بطولة أبطال الأندية في القارات الأخرى وخاصة أوروبا، بما أننا نحن أيضا عندنا 54 بلد مع مراعاة الفوارق المادية، إلا أن سنبدأ في ذلك العمل وسننظر في الإدارة. المشكل الحقيقي اليوم أن الاتحاد الإفريقي، إدارة الاتحاد الإفريقي عندها مستوى من الرواتب ومن العلاوات لا يجعل العامل يقوم بدوره بشكل فعال، لذا ستكون البداية من هنالك تحفيز عمال الاتحاد الإفريقي على القوم بدورهم على أحسن ما يرام، وذلك عن طريق بعض التحفيزات. نعم. التي ستجعلهم باختصار شديد جدا. ألا تخيفك هذه المهمة بعد 30 سنة من تراكم المشاكل في الاتحاد الإفريقي؟ لا تخيفني، لأنها ما في أي طريقة أخرى. لازم نواجه مشاكلنا. صحيح. ونتحداهم، وأنا متأكد أن الحلول ستأتي بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أحمد ولد يحيى، كنت معنا مباشرة من المنامة.